باقية ومتجذرة في أرض فلسطين، صامدة برغم التحديات، معطاءة بكل ما تملك المرأة الفلسطينية، انخرطت في السياسة كمقاتلة ومنظمة وقائدة داعمة إلى جانب الرجل. والناظر في التاريخ الفلسطيني يجد أن المرأة ظلت على الدوام حاضرة وفاعلة في الأوقات السياسية والوطنية الحاسمة. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة باسم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية في حلقة جديدة من برنامج هنا الشباب بعنوان المرأة الفلسطينية في بناء دولة مستقلة. أستضيف مع اليوم كل من الناشطة الشبابية شام خالد والناشط الشبابي يزن القريشي. أهلا وسهلا بكم. أهلا فيك زميلتي شام. المرأة الفلسطينية كانت من أوائل النساء العربي في الوطن العربي في المجال السياسي والفكري والاجتماعي، ولها تاريخ نضالي كبير. حدثينا اليوم عن مشاركة المرأة الفلسطينية والدور الذي قامت به المرأة الفلسطينية. طبعا المرأة الفلسطينية مثل نساء الوطن العربي، بس اللي بيميز المرأة الفلسطينية انه هي لها ادوار يعني فعالة اكثر. فبنلاقي انه المرأة الفلسطينية عبر التاريخ الفلسطيني عندها دور نضالي قوي وفعال ومستمر. طبعا بنلاقيها حتى من وقت بداية الانتداب البريطاني كانت دائما هي موجودة بالمسيرات، موجودة بمناهضة الانتداب، بعدين شفناها كمان هي بمناهضة الاحتلال الإسرائيلي، ولقيناها كمان عبر التاريخ الفلسطيني الوطني موجودة كمان بالانتفاضة بكل الدور النضالي الموجود في فلسطين. كمان احنا ما اقتصرت بس انه المرأة الفلسطينية على دور النضالي، كمان لقيناها بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والفنية. فمنلاقي مثلا في عنا كان لها دور عن طريق الشعر، يعني مثلا نلاقي فدوة وقان كان لها شعر وطني. أستاذة شام، هل الدور النضالي للمرأة ترجم في دورها السياسي أيضا؟ هلا هو ما ترجم بطريقه تتلائم بشكل كامل يعني، وما اعطاها الحق الكامل طبعا، بس احنا انه لاحظنا انه في طبعا قصور انه مع للمراه، قصور في انه اعطاء المراه دور سياسي فعال وحقيقي طبعا بما يتلائم مع شو اسمه خبرتها النضاليه وتجربتها النضاليه. فكان هذا الشيء انه ما لقيناها مثلا وصلت لمراكز قياديه اللي بتتخذ القرارات طبعا، وما كانت موجودة في يعني مراكز سياسية عالية جدا بحيث أنه هي تكون تتخذ هذه القرارات. أستاذ يزن، برأيك في وقتنا الحالي هل القوانين والمواثيق الفلسطينية كانت داعمة ومنصفة للمرأة الفلسطينية ولحقوقها، وما هي هذه القوانين؟ يعني بصراحة هي غير داعمة بشكل كافي، لأنه في عندنا أمثلة كثير على مثل القوانين، مثل القانون أو المادة 62 من القانون اللي بتنص على ضرب الآباء لأبنائهم بحجة التربية والعرف العام. ومع الأسف أنه في بعض القضاة استخدموا هالقانون بتبرئة الجاني اللي قتل بنته بس عشان دفع شرف أو التربية التربية عفوا. فيعني طبعا هالقانون غير منصف أبدا، بنتمنى أنه يتغير. وغيرها أمثلة كتير مثل قانون الاغتصاب، وكمان قانون العذر العام إذا حدا في قتل أو العذر المخفف. فإنه بنتمنى هاي القوانين كمان تتغير. أستاذ يزن، لكن مؤسسات المجتمع المدني اقترحت قانون وهو قانون الأسرة، فبرأيك ما طبيعة العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ودور مكانة المرأة الفلسطينية؟ اللي هو دائما المرأة الفلسطينية بتتوجه للمؤسسات المجتمع المحلي كمان إنه تكون دورها فاعل أكثر من مراكز صنع القرار العليا. فمن هون تقدر المرأة إنها تبني سلم لحتى توصل لأماكن صنع القرار، ويحطوا يد في يد مع مؤسسات المجتمع المحلي لحتى يوصل صوتهم أكثر. أستاذ شام، المرأة الفلسطينية على مر السنين منذ النكبة إلى يومنا هذا شاركت في الجانب النضالي الوطني لجانب الرجل يدا بيد، وحملت المسؤولية بالرغم من ما واجهته من قمع من الاحتلال للمرأة وقمع المجتمع للمرأة، لكنها لم تنال حتى الآن أي منصب سياسي ولم تصل لمناصب صنع القرار. ما سبب بذلك حسب رأيك؟
يعني برأيي أكيد لأنه المرأة عانت من تهميشات عدة طبعا موجودة بفلسطين، منها أول شيء تهميش من القيادة السياسية ذاتها، أنه ملاقي أنه إحنا القيادة السياسية ما عطت المرأة حقها السياسي والمكانة السياسية الحقيقية أنه في اتخاذ القرار. يعني كانت هي عبارة عن تخليها أنه مجرد بس أنه كان مجرد انتخاب مثلا، ما كانت تعطيها أنه مو شرط أنا بس انتخاب، يعني معناته ان انا هاي مشاركه سياسيه، لا انا لازم شارك، لازم اكون انا موجوده في القيادات العليا في الادوار اللي بتعمل على اتخاذ القرارات. كمان لا ننسى احنا كمان تهميش من المجتمع وثقافه المجتمع الموجود بالمجتمع الفلسطيني، من حيث انه بيعطيها ادوار نمطيه معينه وانه هن بنمطوها بهي القوالب للمراه، وانه خلص انت هيك انماطك وهيك ادوارك. كمان لا ننسى انه احنا في عنا قصور بالقوانين والتشريعات اللي بتعالج انه توصل، يعني بتعطي المراه الحقيه وبتعطي المراه انه الدور لتوصل لمشاركتها السياسيه الفعاله الحقيقيه. فهدول الاسباب بتخلي المراه انه دائما انه ما تكون تجربتها السياسيه ملائمه للتجربه النضاليه الكامله تبعها، وهذا طبعا كثير اجحاف بحقها لانه هي كانت بالنضال موجوده وفعاله وكانت دائما مستمرة، فلازم هي تاخذ كمان حقها الكامل بالناحية السياسية، وبالتالي بتاخذ حقها من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية. أستاذ يزن، المرأة الفلسطينية في الانتفاضة الأولى وصلت لمناصب صنع القرار، لكن خلال 30 عاما حاليا أقليات من النساء وصلت لمناصب صنع القرار، ما سبب في هذا التراجع؟ صراحة في كتير أسباب، يعني من أهمها العادات والتقاليد وسياسة العيب. يعني بنعرف انه دائما المرأة ممنوع تطلع، ممنوع تيجي، شو بدهم يحكوا عنا الناس، او سياسة العيب. وفي كمان ممكن من معيقات الوضع الاقتصادي، لحتى تكون المرأة في مكان صنع قرار او تكون حتى في انتخابات فلازم انها تصرف. وبنعرف احنا يعني وضع المرأة اقتصاديا غير بيكون بيختلف احيانا او بقلب الاحيان عن وضع الرجل، لانه هو اللي بيعمل هو اللي كذا. وفي كمان سبب، خلينا نحكي انه هي المرأة هي نواة الأسرة. لماذا يختلف وضع المرأة الاقتصادي عن الرجل؟ لأنه صورة نمطية عندنا أنه هو زلمة اللي بيشتغل هو اللي بتعب وكذا، فالمرأة بتكون في البيت، هذا من ضمن العادات والتقاليد يعني. فمكلفة نوعا ما الحملات الانتخابية، فبتفضل أنها تخلي الرجل مرات. فكمان عندنا بنحكي أنه من المعيقات انه المراه من هي اساس الاسره، فبكون في يعني عليها مسؤوليه تربيه اولاد، تربيه اطفال، فكمان هاي من ضمن المعيقات. دعونا نرى واياكم ضيوفي الكرام ومشاهدينا الاعزاء بعض من النسب والاحصاءات حول واقع المراه الفلسطينيه. تراس النساء 12% من الاسر الفلسطينيه، معدل البطاله في صفوف النساء نحو 40%، نسبة النساء الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى 14%. بلغت نسبة النساء الفائزات في الانتخابات المحلية لعام 2021 المرحلة الأولى 22% مقابل 78% للرجال الفائزين، حيث كانت نسبة النساء المرشحات 26% من مجموع المرشحين، وكان هناك 9 قوائم، أي ما نسبة 1% من إجمالي القوائم الانتخابية ترأسها النساء. 4 نساء من أصل 57 شخصية فلسطينية شاركنا في مفاوضات الجزائر التي انبثق عنها اتفاق لم شمل. تشكل النساء نحو 25% من أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية و11% من أعضاء المجلس الوطني. أستاذ يزن، هذه المؤشرات بتعكس إلى حد ما تدني مشاركة المرأة الفلسطينية بشكل عام في المواقع القيادية كما تحدثنا مسبقاً، الأقلية من النساء. برأيك ما هي أسباب ذلك وما هي التحديات التي تعيق مشاركة المرأة؟ هو ممكن اللي ذكرناها من قبل هي الأسباب اللي حكينا عنها، مثل العادات والتقاليد والوضع الاقتصادي، وكمان عندنا الاحتلال. فعندنا كتير معيقات بتحد من مشاركة المرأة، وكمان خلينا نحكي ما فيش قوانين بتفرض على انه لازم تكون مرأة مشاركة في شكل رسمي او اكثر في صنع القرار، فهي هيك اغلبها هي المعيقات والتحديات.
أستاذ هشام، هل تؤيدي الأستاذ يزن بما تحدث به؟ هلا اكيد طبعا في معيقات وفي كثير شغلات تمنع مشاركه المراه الفلسطينيه. طبعا هلا نحن بدنا نحط، لازم نحط شغله انه نقول انه القوانين كمان، هي القوانين الموجوده عندنا اياها بفلسطين بتعمل على انه هي بتحد انه من مشاركه المراه في مشاركتها السياسيه. هلا القوانين، هلا يمكن نحن نلاقي بعض القوانين تكون منيحه وقدرانه انه تكون يعني منصفه للمراه، ولكن هون المشكله عندنا وين الخلل بتنفيذ هذه القوانين وتطبيق هذه القوانين. بل احنا دائما بنلاحظ انه في قوانين ما منطبقه، يعني غير مطبقه ومو غير منفذه، فبالتالي هذا الشيء بيعمل على الحد من مشاركه المراه السياسيه وبيعمل على خلل في هذا الشيء. فاحنا هون عندنا انه من اهم المعيقات انه بنلاحظ ايه هي الاحصائيات كثير يعني مو منيحه او انه كثير مو صح يعني للمراه. استاذ هشام كما تحدثتي انه ما في قوانين مطبقه، لكن احنا في المجتمع الفلسطيني لا يوجد لدينا مجلس تشريعي. ما بدا تاثير غياب المجلس التشريعي على تعزيز دور النساء؟ هذا هو اللي قلناه، يعني هلا مجلس تشريعي مو بس كمان غيابه بياثر بس على المراه، غياب المجلس التشريعي بياثر على كل مناحي الحياه وعلى كل المواطنين الموجودين في فلسطين، لانه المجلس التشريعي هو المجلس اللي بيعمل على تشريع القوانين وعلى تشريع قوانين بتلائم تطور العصر، فبالتالي احنا وهي طبعا هو اللي بيعمل على انه تنفيذ هذه القوانين او انه بيدعم انه تنفيذ هالقوانين، فبالتالي احنا غياب مجلس تشريعي عمل على انه اكيد عمل على تخفيض دور المراه الفلسطينيه وعمل وما عزز، وطبعا بالعكس ما عزز الذنوب على دور المراه الفلسطينيه، لانه صار غيابه صار بطل عنا احنا لا قوانين بتحد من العنف ضد المراه، لا قوانين بتنصفها، لا قوانين بتدعمها ولا شيء، فهذا بالتالي اثر كثير على المراه الفلسطينيه بشكل خاص وعلى كل مناحي الحياه وعلى كل المواطنين. بالرغم من انه هذا كان داخلي فلسطيني في مجتمعنا الفلسطيني، لكن نحن نعاني من الاحتلال الاسرائيلي. الاحتلال الاسرائيلي كيف ممكن ياثر على النساء والفتيات الفلسطينيات؟ وما هي الاثار السلبيه الناجمه عن الاحتلال استاذ يزن؟ كثير للاسف اثار سلبيه، يعني بنشوف انه احنا في عندنا اسيرات، نوجه لهم التحيات والاسرى كمان واهالي الشهداء والاسرى كلهم. الخوف، كيف يعني الخوف؟ يعني لما تيجي سيدة بدها تشارك في صنع قرار بتحكي انه راح يعتقلوني او راح هلا مفهوم الخوف منتشر عندنا سواء محليا او من الاحتلال الاسرائيلي. هل الخوف هو السبب الرئيسي اللي بيمنع النساء او بيأثر على مشاركة النساء؟ هلا احنا بنحكي بسبب انه الاحتلال، يعني الاحتلال كيف بعيق، انه ممكن يأسرهم، يعتقلهم، يعذبهم، ومش بس هيك كمان بعيق الحركه، يعني انه لو المراه بدها تنتقل من بلد لبلد في عندنا حواجز بتاثر كمان على مشاركتها للمراه. في كتير اسباب من الاحتلال غير السياسات القمع اللي بيعملها للمسيرات، لو حتى الطخ والقتل. يعني ان شاء الله بنتمنى انه يزول الاحتلال ومش بس النساء اللي تزيد مشاركتهم كمان الشباب. نعم، الاحتلال له تأثير سلبي كثير على النساء في مجتمعنا الفلسطيني، لكن أيضا هناك صورة نمطية للرجل والمرأة والثقافة الذكورية والثقافة الأبوية المنتشرة في مجتمعنا الفلسطيني، يؤثر على مشاركتنا نحن كنساء، يقمع النساء من قبل المجتمع ويؤدي لعدم ترأسها مناصب قيادية. لأي مدى يؤثر هذه الثقافة النمطية؟ طبعا أكيد التقسيمات النمطية الموجودة بالمجتمع بتأثر على إنه بتأثر على مشاركة المرأة الفلسطينية ووصولها للقيادة والمراكز القيادية. ليش؟ لأن المجتمع وتقسيماته النمطية هذا بيعمل على إنه بيحد وما بيمكن المرأة الفلسطينية في مشاركتها وحقها في المشاركة السياسية.
كيف يعني؟ يعني احنا بنلاحظ انه المجتمع او ثقافه المجتمع النمطيه الموجوده بالمجتمع انه بينمط هي المراه انه انت بس لبيتك بالتربيه لبيتك ولاطفالك، بعدين كمان بينمطن حتى بالشغل. يعني انت بتلاحظي انه المراه موجوده بتكون موجوده بشغلها بينمطوها بحيث انه ما انه مو انت بتاخذي، مو انت اللي بتاخذي القرارات، مو انت اللي بتخططي، مو انت بتكتبي البرامج السياسيه، مو انت بتكتبي برامج هي المؤسسه اللي انت موجوده فيها. وحتى لو هي حبت تشارك بهذا الشيء وبهي بكتابة البرامج أو اتخاذ القرارات أو تكون عضو فعال بهي المؤسسة الموجودة فيها. أستاذي شام، المرأة الفلسطينية كان لها دور في المشاركة السياسية في ظل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، إلا أن مشاركتها كانت درجة أكثر في المنظمات الغير حكومية وكانت أوسع مع تزايد أعداد المؤسسات الفعلية في ظل غياب السلطة الفعلية. هذا الأمر أعطى الفرصة للحركة النسوية لحتى تثبت نفسها كأنها هي عامل فاعل في أنها تواجه التحديات اللي تتعرض لها النساء داخل المجتمع. ما رأيك بذلك؟ لأنه أكيد، لأنه إحنا شفنا بالمؤسسات الغير حكومية خصوصا بعد ما شفنا الإحصائيات، المؤسسات الحكومية يعني نسبة مشاركة المرأة فيها كتير منخفضة، فبالتالي النساء الفلسطينيات اتجهوا للمؤسسات غير حكومية، شافوا في بيئة مناسبة مثل مؤسسات المجتمع المدني انه بيئة مناسبة لانه هن يقدروا ياخذوا حقهم في المشاركة واتخاذ القرار. طبعا مؤسسات المجتمع المدني عملت على دعم تمكينهم من خلال تدريبات، من خلال الدعم التدريبي التمكين، من خلال انه هن يدعمون في مشاركتهم السياسية. بس برغم هيك بنلاحظ انه في عنا ضعف في مشاركة المرأة الفلسطينية مثلا بالعمل النقابي في بعض التنظيمات الأهلية، فهذا كمان بدنا نحط عليه انه نقطة انه كمان هي حتى صح المجتمعات المدني عطى بيئة مناسبة، بس احنا بنلاحظ انه كمان لسه في ضعف للمشاركة المرأة في هذه المؤسسات المدنية. كما تحدثت زميلتي شام، هناك ضعف في مشاركة المرأة في المناصب. بسبب هذا الضعف وقلة مشاركتها، السلطة الفلسطينية اتخذت نظام الكوتا الفلسطيني، و20% يسمح للنساء في المشاركة في مناصب صنع القرار. برأيك هل الكوتا كانت كافية للنهوض بواقع النساء ووصولهن لمراكز صنع القرار والنهوض بالمجتمع يد بيد إلى جانب الرجل؟ صراحة صحيح وضعت نسبة 20% وضمنت وجودها، ولكنها غير كافية. يعني احنا بنطمح انه ترفع النسبة من 20% ل 50% حتى نشوف صنع قرار، ما تكونش المرأة مثلا عضو او هيئة إدارية، لا بدنا نشوفها مديرة، بدنا نشوفها رئيسة بلدية، بدنا نشوفها في مراكز صنع قرار مباشرة بدون اي تأثيرات خارجية. فأكيد انه 20% غير كافية. أستاذ يزن، لكن بالرغم من أنها طالبت بأنها النساء تشارك بنسبة 20% في الكوتا، إلا أنه في بعض الانتخابات أو القوائم الانتخابية هناك النساء تضع صورة وردة بدل صورتهم الواقعية، يعني كأنهم بتعاملوا مع تلك القوائم يعني بأنها النساء هو شرط انتخابي. ما رأيك هلأ في رأيي هون ممكن يعود الموضوع بشكل شخصي لصاحبة الصوت. يعني في نساء مثلا ما بحبوش يحطوا صورتهم، برجع لشيء موضوع شخصي بالنسبه لهم. اما اذا كان الموضوع بسبب عادات او تقاليد او فرض عليها، فلا هون بيكون في مشكله ويجب حلها. وبنحكي لها افتخري في نفسك وحتى كمان يوصل صوتك، عشان توصل صوتك لازم توصل صورتك وصوتك. كمان ممكن اذا بس ضيف على زميلي كلامه انه هون الكوتا ملاحظ انه هي غير كافيه للنهوض بالمراه لمشاركتها السياسيه، لانه نحن الكوتا هي كشرط انتخابي، فهمان علي؟ فبالتالي انه نحن حتى يعني بحطوا ورده، انت قبل ما تخليها ترشحيه مكنيه اقتصاديه، مكنيه عمليه، مكنيه صحيح. سياسيا، وعطيها تدريبات، لانه اذا في علاقه ما بين الفقر وفي علاقه بين العنف، والمراه بتتعرض للعنف وتتعرض للفقر، فبالتالي بما انه موجود عنف وفقر، فبالتالي اكيد المراه ما هتقدر تكون هي مرشحه انتخابيه، فلازم انت تمكنيها قبل ما انت ترشحيها وتحطي ورده بدالها. فهذا الكوتا غير كافي للنهوض بمشاركه المراه السياسيه. اكيد. يعني لو بدنا نحكي عن واقع فلسطين السياسي، استاذه
شام هناك انقسام بين احزاب الوطن العربي، بين احزاب فلسطين، الاحزاب السياسيه الفلسطينيه، فتح وحماس منذ 2006 الى يومنا هذا. هل الانقسام السياسي كان سببا في تراجع دور المراه وتواجدها في المراكز والاتحادات النسويه؟ هلا اكيد الانقسام السياسي اكيد له دور انه تراجع، يعني له طبعا انقسام اكيد سبب رئيسي، مو بس للشو اسمه لتراجع دور المراه، لتراجع كثير ادوار وتواجدها بالمراكز. ليش؟ لانه الانقسام عمل على طبعا صار في انه هذا لا انت لا بكيف لك تنميط يعني معين، انه لا انت دورك لا مو هيك، لا انت بالحزب هذا. فبالتالي الاحزاب يعني الاحزاب السياسيه ما لعبت دور وما عملت على انه ترقي دور المراه اكثر. يعني احنا فكرنا انه الاحزاب السياسيه انه هي تعطي دور كبير للمرأة الفلسطينية وأنه تكون هي في بمكان اتخاذ قرار، بس احنا لاحظنا انه بس انه مثلا عنا اللي هي زهيرة كمال هي الوحيده اللي بحزب فدا، كانت اول امين عام بحزب فدا بفلسطين، بس انه حتى برغم هيك لقينا انه بالاحزاب السياسيه ضل في عنا الفكر الابوي وضل في عنا تنميط لدور المراه وقراراتها. يعني بضيف عليها كمان انه سبب الانقسام اثر بطريقه سلبيه جدا على كمان حريه التعبير عن الراي بالنسبه للنساء وانتمائهم السياسي الحزبي. يعني الحد فتح، نعم حسب المنطق يعني بتحكي انها مثلا بغزه تحكي انها فتح ممكن يصير عليها نقطه او العكس. نعم، حركة فتح وغيرها من الأحزاب السياسية كان لديها اهتمام بالتحدث عن السياسة وعن الانقسام وعدم التحدث عن المساواة. زميلي يزن، بالرغم من دور الأحزاب السياسية الإيجابي في إنها تنظم عمل النساء وتشجع مشاركتهم، إلا أن مشاركة المرأة في قيادة الأحزاب ما زالت منقوصة، ما تعليقك على ذلك؟ مع الأسف في بعض الأحزاب بحط المرأة كصورة إكمالة عدد، طبعا أنا معك إنه منقوصة مشاركتها لأنه ما شفناش ولا واحد رئيس حزب مثلا، أغلب كلهم رجال. لكن كانت زهيرة كمال رئيسة حزب. هي أوكي زهيرة كمال كل احترام لها بنوجه لها التحيات، ولكن غير كافي. يعني إنه إحنا بدنا مرأة رئيسة حزب تكون هي صنع القرار، يكون مصنوع من يدها يعني مصنوع مباشرة. وأيضا حنان عشراوي كانت عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير الفلسطيني، يعني لهم هذا برأيك ليس كافيا من دعم الأحزاب للنساء؟ أكيد غير كافي، أنت ذكرت اسمين ولكن كم مرأة عندنا في فلسطين؟ يعني غير كافي ابدا، لانه احنا لاحظنا يعني مثلا احنا عندنا هلا مثلا محافظ رام الله ليلى غنام، الدكتوره ليلى غنام، بس انه ما يعني ما بتلاحظي انه في حدا عم يدعم هذا الشيء، ما بتلاحظي انه في حدا عم يشجع انه يكون في كمان مو بس برام الله والبيره، لا يكون مثلا بالمحافظات الاخرى، مو كمان على مستوى المستوى الانتخابات المحليه. فنحن لازم نحن لازم انه الاحزاب السياسيه ما كانت يعني ما دعمت هذا الشيء، ولانه حتى انه صح في منه وصلوا للرئاسة الامين عام، بس لكن ما كانت قراراتهم هي قرارات قيادية، فكانت هي صحيح. مجرد قرارات انه لا يلا قرارات نعم. رجال اول بالضبط. نعم وصلت أكيد. رسالتك استاذ شام، ونتمنى كمان يكونوا شباب يعني نساء مشاركات شابات. الان ضيوفي الكرام، دعونا نرى رأي الشارع الفلسطيني واجابتهم على سؤال ما هو دور المرأة الفلسطينية في بناء الدولة الفلسطينية. من ناحية الواقعية كأعمال وريادة، المرأة الفلسطينية هي تواجدها مش في جميع المواقع، ممكن إننا نحكي مثلا الموقع السياسي مش دائما هي بتكون في لها تواجد. المرأة لها دور كثير كبير بالمجتمع،
وخصوصا بفلسطين بالآونة الأخيرة صار إن إلها اهتمام كثير وصارت تتولى مناصب قيادية. المرأة لو أخذت أي دور سياسي زي اللي بخده الرجل في المجتمع راح تكون كادرة، وإن ممثل كبير في البلد على دور المرأة، وأكبر مثال لي دكتور ليلى غنام، أنا شايفينها في موقعها كثير ناجحة ومتفاعلة مع الجميع. المرأة الفلسطينية من بداية التاريخ كان يعني بتشتغل بزراعة، أشياء زي هيك، حرف. هلأ تطورت، ظلت تشتغل في هذا المجال، ولكن تطورت عنا، وصلت وزيرة زي ميكيلة، وطور دورها طبعا بفلسطين، طور الداعم تبعها بفلسطين، وغير انه هي عم تبني أسرة يعني تضحية لفلسطين بأبنائها. المرأة هي شريكة الرجل، أكيد نقدرش نقول لا الدور الأول للرجل ولا الدور الأول للمرأة، هم شركاء في بناء الدولة الفلسطينية، ودورها يوازي دور الرجل سواء من حيث المهام أو المناصب أو أي احتياجات لقيام الدولة الفلسطينية. شام، بعد الفيديو اللي حضرناه ما تعليقك على رأي المواطنين؟ تمام، يعني مثل ما شفنا انه بعض المواطنين قالوا انه ايه المرأة لسه ما وصلت لمناصب قيادية فعالة، وفي منهم طبعا اعطوا امثلة انه ايه في الوزيرة مثلا الدكتورة مي كيلي، ومثلا عدة مناصب، بس ملاحظ انه ايه ما في يعني ما عندهم هل الفكر الكامل والتوعية انه احنا كيف نقدر نوصل ونمكن المرأة لمشاركتها السياسية. أستاذ يزن، هل يوجد لديك أي تعليق على ما تحدث به المواطنين في الشارع الفلسطيني على مشاركة المرأة السياسية؟ مثل ما حكت زميلتي شام، هم المشاهدين أو حسب الريبورتاج ضموا صوتنا لصوتهم، أنه يجب أن تكون مشاركة المرأة السياسية أكثر مع الأمثلة اللي حطوها كمان. بس كمان لفتني الشاب اللي حكى إنه يجب أن تكون المرأة جانبا بجانب مع الرجل لأنها حتصنع القرار. وشكرا. شام، هناك عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنص على المساواة بين الجنسين سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، وبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا باتفاقية سيداو وصولا لقرار 1325. لماذا لم نرتقي بتشريعاتنا الوطنية لحتى تتواءم مع هذه الاتفاقيات؟ كيف ممكن يؤثر ذلك على مشاركة المرأة الفلسطينية؟ تمام، هلأ الاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها فلسطين بتدعم المساواة بين الرجل والمرأة، وكمان بتدعم إنه حصول المرأة على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكن بنلاحظ إنه في عنا فجوة. هاي الفجوة فجوة كبيرة بأرض الواقع ما بين لحنا عم نحكي عنه اللي هو الاتفاقيات، وما بين شو تم تداوله من إنه تم هذا الشيء تمكين للمرأة وإعطاء حقوقها. ليش؟ لأنه بيعود هذا الشيء إنه في عنا لحنا في مشكلة بالتشريعات الداخلية، يعني بالقوانين، في القوانين اللي هي الداعمة اللي بتعمل على تدعم مشاركة المرأة السياسية، منها مثلا قوانين عن الأحوال المدنية، أو في مثلا عنا بعض الممارسات السياسية، فهذا الشيء بيخليها أنه لا بتوقف، أنه هاي التشريعات شو اسمه هي بتحد من هذا الشيء، وما بصير تطبيق لهي الاتفاقيات الدولية. كمان إحنا مثلا عنا ما عنا قوانين شو اسمه ردع العنف ضد المرأة، وكمان شغلة تانية اللي هو إحنا لازم نغير ثقافة المجتمع. إحنا حتى نغير ثقافة المجتمع لابد من تغيير القوانين، فلحتى نغير من بعد ما نغير القوانين فبالتالي بيصير عندنا تغيير ثقافة المجتمع بما يتلائم مع تطور يعني العصر. برغم إلى يومنا هذا يطبق القانون الأردني بفلسطين، وهو قانون عاجز وغير فعال في مجتمعنا الفلسطيني. تمام. لذلك نطالب بتغيير القوانين الأردنية. أكيد. أستاذ يزن، يعني اليوم إحنا بنحكي عن الإنجازات لحتى نكرسها، وكمان بنحكي عن التحديات لحتى نتجاوزها، والخطوات اللي المفروض إنه إحنا نراعيها لحتى ننهض بحال المرأة. فما هي السياسات الواجب مراعاتها لحتى نعزز دور المرأة الفلسطينية؟ هو لتعزيز بالضبط لتعزيز دور المرأة الفلسطينية يجب النهوض بالمرأة ومناهضة تعنيفها
وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكمان الحد من العنف المبني على أساس التميز بين الرجل والمرأة، ورفع مستوى تمثيل المرأة بين الهيئات المحلية ومراكز صنع القرار، وكمان توطيدها تمكينها اقتصاديا. ولازم كمان نعمل حراك اجتماعي وقانوني من أجل الوقوف على هذه الأسباب يد بيد من قبل الحركات النسوية ومنظمة حقوق الإنسان وربطها بالقوانين والمواثيق الدولية. وكمان نحكي كمان أنه عشان نكفر حقوق المرأة انطلاقا من كونها إنسان ليس على النوع أو الجنس. والسؤال ما قبل الأخير لك شام، ما هو المطلوب من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لحتى تدعم تمثيل المرأة؟ يعني المطلوب عنا وقفة واضحة وحقيقية بتوضح الواقع من خلال أنه نعمل إحنا من خلال أنه نوضح الواقع من خلال أرقام وإحصائيات بتبين مكانة المرأة ودورها، وهذا الدور كيف بما يتلائم مع هي ما وصلت من مكانتها العلمية والعملية وقديش هي عندها تعليم. ولازم نحن طبعا منطالب من المؤسسات المجتمع المدني انه تدعم اي برامج انه توصل المرأة دعم فعلي، مو دعم بس هيك مجرد كلام ومجرد برامج ومجرد تدريبات، لا دعم فعلي، ولازم تمكنهم اقتصاديا وتمكين من خلال التدريبات ايضا. وكمان على الاحزاب السياسية انه لا، الاحزاب السياسية انه انت لازم تعرفي انه تطلعي الصورة النمطية للمرأة انه هي بس عبارة عن كان جندي. يعني شام ماذا توصي أو إيش رسالتك للأحزاب السياسية لحتى تدعم المرأة؟ هلا منوصي انه نحن الاحزاب السياسيه انه لازم يعملوا على زياده دعم المراه في الاحزاب السياسيه، لازم زياده كمان اللي هن عدد النساء في الاطر السياسيه، لازم كمان يدعموها اكثر دعم فعلي لانه توصل للقيادات وتوصل للمراكز القياديه واتخاذ القرارات، مو تكون ضلوا بالصوره النمطيه اللي هن دائما حاطينها وبالقالب النمطي، ولازم دائما هنن يعملوا على تكريس هذا الشيء لأن الأحزاب السياسية هي جزء من المنظومة الفلسطينية اللي بتقدر تغير شيء بالواقع الفلسطيني. وأنت يا يزن، ماذا توصي المرأة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المرأة النسوية يعني لحتى تعزز دور المرأة؟ بوصيهم أن يعطوا المرأة مجال في مراكز صنع القرار، يمكنهم كمان اجتماعيا واقتصاديا. ونقطة مهمة جدا انه عمل دورات وندوات في تعريف المرأة في حقوقها وحقها في المشاركة وحقها في الانتخاب وحقها في الترشيح. في نهاية هذه الحلقة شكرا لكم ضيوفي الكرام، الناشطة الشبابية شام خالد والناشط الشبابي يزن القريشي على هذه المعلومات، كما أشكركم أعزائي المتابعين على حسن الاستماع والمشاهدة. والمجد والخلود لكل شهيدة وشهيد قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن والحرية، ولكل أسيرة وأسير في سجون الاحتلال. نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج هنا الشباب. كانت وإياكم لارا أبو خليل، تحياتي.